طيب تعال السؤال يا شيخ. هلا هو سؤال عن الخمر. نحن من يعني نحن صغار لحد اليوم وكبرنا بنعرف انه الخمر حرام، حاملها وناظرها وشاربها، هيك تعلمنا يعني. زين. ف يا شيخ هون اهالينا بالمانيا، جوز اختي حابب انه يفتح محل هنيك صراحه. وبتعرف انه هون بين الاوروبيين لو تفتح محلات وهيك لو ما يكون فيها خمر يعني ما في ما يجوز. ما يجوز اختي. ما يجوز. ما يجوز. طبعا بعرف انه انا بائعها وحاملها وعاصرها الى ما يجوز. هو بائعها ويدخل في الحديث. نعم. لانه في شيخ قال لنا انه انتم بين الكفار غير المسلمين يجوز بيعها للكافرين. بس انا قلت طيب اذا اجانا واحد مسلم وبده يشتري فينا نقول له لا والله روح الله معك ما بدنا نبيعك. تخيل يجيك واحد انت مسلم ولا كافر؟ لا انا كافر. زين قول لا اله يعني لا اله كمل لا اله لا مسلم عارفك حركاتكم. تخيل لا معناها لا يجوز. ايه تخيل او اكمل الايه التاليه. اخ يا الدنيا.